أما الإيمان بالله جل وعلا فيتضمن أربعة أمور أساسية. الأمر الأول الإيمان بوجود الله جل وعلا، وضده إنكار وجود الرب، وهو الذي اشتهر تسميته اليوم بالإلحاد، وهو للأسف كثير جدا في عالمنا اليوم. والأمر الثاني أن تؤمن بربوبية الله، ومعنى ربوبية الله أن تعتقد أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت إلى غير ذلك من صفات ربوبيته جل في علاه. الأمر الثالث من مقتضيات الإيمان بالله جل وعلا أن تؤمن بألوهية الله على جميع خلقه، ومعنى ذلك أن تفرد الله جل وعلا بالعبادة فلا تعبد أحداً غير الله جل وعلا، وأن تؤمن وتعتقد أن من عبد غير الله فقد كفر وأشرك بالله جل وعلا. والأمر الرابع أن تؤمن بأسماء الله وصفاته إيماناً يليق بجلاله جل وعلا وعظمته من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا نفي ولا غير ذلك، ولا تحريف لمعناها عن المعنى الذي بيّنه السلف رضي الله تعالى عنا وعنهم أجمعين. ولهذا تفصيلات تعرف في كتب العقائد، عقائد أهل السنة رحمنا الله وإياهم.